أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا بكم إلى موجز الاتحاد من مركز الاتحادي للأخبار. بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، انطلق اليوم في أبوظبي الحوار الإماراتي الأفريقي، والذي يناقش على مدار يومين سبل تطوير العلاقات ومواجهة التحديات بين دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الخليج العربي عموما، حيث يتضمن الحدث جلسة نقاشية بعنوان أصوات خليجية، يلتقي خلالها نخبة من الخبراء من دول مجلس التعاون الخليجية لاستكشاف أبرز التطورات الراهنة في منطقة الخليج بما في ذلك القضايا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وستتناول الجلسة أيضا أهمية العلاقات الخليجية الأفريقية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين المنطقتين. الحوار الإماراتي الأفريقي اليوم يضم عدد كبير من الخبراء من أكثر من 10 دول أفريقية. الأجندة تتمحور حول النقاش الاقتصادي والتعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار المتبادل بين دولة الإمارات ودول جنوب الصحراء الأفريقية. أحد أهم الأجندة كذلك التعاون في مجال التقنيات الحديثة والعلوم والتكنولوجيا ومشاركة أفضل الممارسات والتقنيات في هذا المجال. أحد أهم المحاور كذلك هو التعاون الثقافي والإنساني بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب دول جنوب الصحراء في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة الفرص الواعدة في المستقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق استدامة الاستثمار، وكذلك للتعاون بين الشباب الإماراتي والشباب في الدول الأفريقية. لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات معرض نجاح أبوظبي 2024 في دورته 18، وذلك في مركز أبوظبي أدنك. وتهدف دورة المعرض التي تستمر 3 أيام إلى تزويد الطلبة وأولياء الأمور بالمعلومات حول القبول الجامعي والاستشارات وفرص الحصول على المنح الدراسية وخيارات الدراسة في الخارج وتجارب الخريجين وغيرها الكثير. ويحظى معرض نجاح أبوظبي بسجل حافل من النجاحات على مدى 17 عاما، ويوفر فرصة سنوية لما يزيد على 16,000 طالب في الدولة كل عام للتواصل مع الجامعات والكليات الرائدة في كل أنحاء العالم، ما يجعله أحد أبرز المعارض جذبا للكليات والجامعات ومقدمي خدمات الطلبة. ومعنا من معرض نجاح أبوظبي 2024 تنضم إلينا الزميلة ندى الزعابي مفادة مركز الاتحاد للأخبار. ندى، صباح الخير. جديد المعرض وماذا يستضيف في دورته الحالية؟ نعم حامد، صباح الخير. يستضيف معرض نجاح أبوظبي 2024 أكثر من 100 جامعة وكلية وأكاديمية من أكثر من 20 دولة، طبعاً مما بينهم دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، اليابان والكثير غيرهم من الدول، بالإضافة إلى 2500 مساق أكاديمي متميز. طبعا هذه فرصة مناسبة ومهمة للطلبة، لذلك طبعا ليتعرفوا على المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى العالم. سيحظى هذا المعرض بمشاركة السفارات والهيئات التعليم الرسمية، أيضا المعاهد التدريب المهني، مستشاري التعليم، وأيضا مراكز اللغات. كل هؤلاء سيجتمعون في أيضا في منصة مركز النجاح. هذه المنصة التي ستنطلق في هذا المعرض يتوقع أن تستضيف 30 فعالية من بينهم ندوات وأيضا ورش عمل، حلقات نقاشية مع نخبة من كبار المتخصصين والخبراء فيما يخص التعليم العالي. سيجتمع هؤلاء الخبراء مع الطلبة، وذلك لتعريف الطلبة على أهمية التوعية المناسبة لهم، التخصصات المناسبة الحديثة والناشئة، هذه التخصصات التي ستكون فارقا بحياتهم، بالإضافة لإطلاعهم على شتى المجالات الجديدة والحالية التي ستوفر لهم آفاقا وظيفية واعدة. هذا ما لدي حتى الآن.
ندى الزعابي، شكرا جزيلا لك. انطلقت اليوم في أبوظبي فعالية النسخة الثالثة لمعرض مصنعين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس ومجموعة أدنوك. يستهدف المعرض الكفاءات الإماراتية من الباحثين عن العمل المسجلين في منصة نافس. أقام مستشفى توام فعالية توعوية متميزة في حديقة الطوية العامة بمدينة العين بالتعاون مع بلدية العين كجزء من حملة أكتوبر الوردي، الهادفة إلى نشر الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه. تأتي الفعالية تتويجا لأنشطة الصحة التوعوية في إمارة أبوظبي من خلال شهر أكتوبر. تضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي سلطت الضوء على أهمية تبني نمو حياة صحية كمسيرة المشي من أجل الأمل التي شارك فيها الحضور تضامنا مع مرضى سرطان الثدي ومحاربته، مما ساهم في نشر رسالة الأمل والتضامن داخل المجتمع.